غلب نؤتيه اجرا عظيما. قلت له يا رب بلاش الحته الاولانيه بتاعت يقتل دي، خلينا في يغلب عشان احنا مستعينين بيك يا رب، احنا بنقاتل في سبيل شرف الله والحمد لله. ايه المناوره اللي بتتعمل ديت اللي هي قال لك عليها ان الطيار ده مجنون؟ عندنا مناوره اسمها مناوره الموت الاخيره، تقريبا النجاح فيها نسبته صفر. دي بتبقى اخر مرحله، اخر حاجه بقى، ما انت ميت ميت، تاديها يمكن تفلت. ايه المناوره دي؟ هي مناوره الموت الاخيره دي نظري فقط، لا تدرس عملي، لان النتيجه بتاعتها موت محقق ولا نجاه منها. يعني انتوا دارسينها؟ درسها نظري. انت بتحط الطياره بتاعتك وبتنزل باقصى سرعه في اتجاه الارض. لو الطياره المراج دي جت وراك مش هيطلع، وغالبا انت مش طالع. لكن انتوا الاثنين رايحين، لو جه ورايا مش هيطلع، لذلك هو ما بيجيش ورايا ابدا. يلزم لهذه المناوره 6500 قدم. انا بعد ما حطيت الطياره كده اهوت، ببص لقيت الارتفاع بتاعي 3000 قدم فقط. يعني ميت لا محاله، نص المسافه اللي نص وده لا تسمح انك انت تنزل وتلف عشان تقدر تتمكن انك انت تقتل الطيار اللي جاي وراك يقتلك بالمدافع والصواريخ. بصيت لربنا سبحانه وتعالى، قلت له يا رب ايدك معايا، انا بقاتل في سبيلك. الحمد لله طلعت الطياره. ازاي؟ انا مش عارف، هل سيدنا جبريل تدخل ولا الملائكه الشداد الغلاظ اللي كانوا موجودين في مدد معانا، ولا جعفر الطيار؟ يعني انت كنت، معلش فهمني بقى، انا مش طياره ولا بفهم في الطيران قوي. حضرتك كنت نازل بالاتجاه ده مظبوط؟ باقصى سرعه بتنزل، باقصى سرعه. لما 3000 قدم، انت وصلت ل 3000 قدم والميراج مشيت بقى خلاص. لا، هو نازل ورايا، فضل نازل وراك. هو لما لقاني نزلت كده قال لك ده مجنون وبينتحر، فمشي. فانت لما هو مشي كنت وصلت عند ال 3000. انا وصلت على سطح الارض، الطياره عفرت في الارض كمان، انها مش طالعه. طلعت الطياره، ده شغل ربنا، ربنا مش اجازه، وربنا كان مأيدنا. يعني اديتها مثلا فول باور ولا عملت ايه وقمت طلعت؟ اصل انت طالع عمود يا فندم. يعني اصلا انا عارفه في الطيران الطلوع العمودي ده هذا جنون. ده دي اخر حاجه كانت ممكن انها تحصل. بعد ما طلعت الطياره انا ببص قدامي كده لقيت غبي في الفضاء، الطيار اللي كان جاي ورايا عشان يقتلني ده لقيته قدامي. بسم الله الله اكبر، قمت مطلع اول صاروخ، دخنت الطياره، تذكرت ان انا مش لازم اكبر واسمي على هذا الخروف. فمعايا صاروخ تاني وحيد صحيح ب 10000 جنيه لكن مش خساره فيه. قلت له ابتسم انت تموت الان. طلع الصاروخ صايب، فجر الطياره، لا لحق فطور ولا شاف ميعاد عشاء، والحمد لله ربنا انجاني من عنده. الحمد لله. طيب الطيارين الاسرائيليين قابلتهم بعد كده؟ لان هم معتبرينك حاله في اسرائيل، هل قابلتهم بعد كده؟ انا تقابلت مع الطيارين دول فعلا، وما كانوش يعرفوني، وكانوا دول طيارين فرنساويين يهود. فرنسا كانت بتكرمهم علشان حاربوا مع اسرائيل. لما اتقابلت معاهم، انت كنت هناك بالصدفه؟ انا كنا رايحين، كان في زياره. فهم ما يعرفونيش. واحد فيهم لو حضرتك تشوفي اللي هو كان بيقول لك الطيار المصري المجنون ده، دراعه مقطوعه، زيك هو بيتكلم بايد واحده فقط. فانا بشاور له على دراعه وهو ما يعرفنيش. ايه اللي حصل ده؟ قال لي مجرم الحرب المنصوري. هم عارفيننا وعارفين عننا كل حاجه، وعارفين اساميكم، وعارفين بالاسامي من الاصوات بتاعتنا واحنا بنتكلم في اللاسلكي، وعارفين ده فلان وده فلان وده فلان، عارفين كل حاجه. فسبته ومشيت. وانت ذكرت جيدا، انا واجهت الراجل ده بالمدافع وبالصواريخ وبالطياره في الجو، ازاي اسيبه؟ قمت راجع له تاني، قلت له انا المنصوري، سابني هو كان على الارض. احنا واقفين مع بعض. لا، ساعة لما اصيب كان على الارض وانت بتطلق، ولا كان طيار برضه؟ طاير. دول طيارين اسرائيليين. فانت اصبت الطياره بتاعته فادت الى بتر يده. فرجعت له قلت له انا المنصوري، قلت له انا المنصوري، بص لي كده اهوت واسقط طبعا في يده. قال لي انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ازاي انت بعد ما تخلص منك الصواريخ والمدافع وتبقى بطيارتك انك انت تيجي
وتخبط فيا، انت عايز ايه؟ قلت له انا الخيار الوحيد اللي قدامي ان انا اقتلك، لان لازم تعرف ان سمائي محرقه ومياهي مغرقه وهذه ارضي انا، وابي قال لنا مزقوا اعدائنا، فانا كان لازم اكلك. سابني ومشي. انت قلت وخبطتني ومشيت، انت خبطت طيارته؟ احنا عندنا لما تخلص الصواريخ والمدافع وتبقى مشتبك في وسط الطيارات، مالكش اي خيار الا انك انت تخبط فيه. لما هو زي عربيتين بيلمسوا مع بعض كده وهم ماشيين، وهم ماشي لما يبص ده ممكن بتبقى فيها موتك بالظبط. لكن انا اقل حاجه كان ممكن ان احنا نقدمها حياتنا، ارخص